الحر أول سمع كلام هو طالع ليوقف الإمام حسين، سمع من خلف النداء يقول يا حر أبشر بالجنة، طلع لورا ما لقى أحدا، قال عجيب أرسلني هذا الله يعني بنت رسول الله وأسمع نداء يبشرني بالجنة. وصل هالكين شرر الإمام حسين، شرر جلوده، عيف. صار وقت الصلاة، قال له الإمام حسين روح صلي بأصحابك، قال له لا نصلي بإمامتك. لما حمي رئيس الحرب لما نادى الحسين أباها بن ناصر صار يرجع، قال له الأوس بن مهاجر قال أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا، وروحه يستشهد بين يدي الحسين.